مفاجأة بالنسبة لنا طبعا. وردة انهار في الأوضة وبدأت اللي يعني الجهاز ما كانش عنده علم قرار الاستبعاد؟ لا جهاز المعاون لا الجهاز الفني بالكامل يعني حضرتك واجيري لا لا هو اجيري اللي واخد اللي قرار الاستبعاد اجيري اللي خد قرار الاستبعاد اجيري قرار الاستبعاد جه من اتحاد الكوره من الجهاز ملوش دعوه بالقرار يعني قرار استبعاد الولد جه من اتحاد الكوره طبعا اجيري وانت رجوع اجيري انا بقول لك انا الساعه 12 انا 12 الظهر بكلم اجيري ورده بيعيط ورحت مكلم اجيري قلت له في قال لي ده في قرار ان هو هيمشي من المعسكر علشان الموضوع بتاع السوشيال ميديا انا طبعا اتخضيت من قراره فروحت لقيت ورده بيعيط وبتاع فجمعنا وقلت له قال لي لا القرار ان هو مش هيكمل المعسكر وفعلا مش هيكمل المعسكر مش هيكون موجود في البطوله ده على طول ده قبل الغداء طبعا اللعيبه اتجمعت وطبعا اللعيبه يعني انت عارف اتعاطفوا معاه وبعدين جينا بعد الغداء الكلام كان عادي طب هنعمل ايه طب الولاد قالوا له اللعيبه قالت يعني طب استنى هتخرج دلوقتي فين ده لو خرجت في الشارع هتتبهدل والدنيا بره والناس وبتاع فخليك ما تخرجش من اوضتك لغايه ما نشوف ايه هنوصل ايه للموضوع ده فجي على بعد الماتش كان اللعيبه طبعا قالت وجهه نظر اللعيبه ان هو ده الكلام دوت كان بره المعسكر ممكن جدا في وقت من الاوقات اي حد يتبلى على اي لعيب تاني ويبعت له فيديو ولا حاجه في حياته الشخصيه وبالتالي احنا نرجوكم او عايزين اقنعتكم يا كابتن بص اقنعتنا لجزء من ان هو الولد ما عملش حاجه في المعسكر المعسكر كان الولد يعني فكره ان المعسكر فكره هو الثبات اللي فيه وانه هو ملتزم ما فيش مشكله لكن طبعا السوشيال ميديا كان عليها ضجه كبيره جدا واللعيبه قالت احنا مش عايزين نخسر كمان تركيزنا ان هو لو ورده مشي احنا هنحس ان احنا قصرنا في حقه وبالتالي ممكن تاثر علينا معنويا وبتاع فجت في جزء ان احنا لمصلحه الفريق مش مصلحه ورده احنا برده تاني احنا بنتكلم احنا كجهاز فني اللعيبه عندنا كلها سواء يعني لو لعيب غلط هيتذبح لكن هي جت في سكه ان لو لم الشمل ودي جزء ممكن يبقى اللعيبه تربط مع بعضها اكتر يبقى انت في لمه منه هتتصلح طب بقيتوا ايد واحده وانتوا خلاص طالما سبورت للعيب دوت يبقى خليكم كمان كده في الملعب فجت في الجزئيه دي مشيت في الجزئيه دي وبالتالي كنا شايفين ان هو لمه اللعيبه دي على ورده هتساعد الفرقه ايجابيا والجزء الثاني ان طالما دي حياته الشخصيه والولد ملتزم جوه المعسكر ما عملش الكلام ده جوه المعسكر دي جزء